حق تعرفوا شكون الخاين؟ ما ماشي الخوان اللي يسرق الدراهم، انما الذي يسرق القلوب ويتلاعب بها. لينو جومبو البناء ويما تتهنى. ريما ستوب بين دراما كوين. الفرق بين قلب الانسان العادي والخاين هو انه قلب الانسان العادي فيه بطين ايسر بطين ايمن وشوي كريات دم دايرين لومبيونس، اما الخاينة قلبه كارسونه كوم ما يقلعش حتى يعمر. مواصفات الخاين تلقى عنده ربع فيسبوك، واحد مسميه طائر الحزين، الاخر جونجر قاهر الاعداء، حكيم حكومي، والاخطر فيهم الدارك المغوار. في كل كومنتير حاضر وتلقاه يستعطف قلوب المراهقات في هذاك المنشور لا تعشقون فنحن لا نعيش طويلا. الخيانة في كل الحالات وبكل أنواعها مضرة، ولهذا قاموا دراسات وإحصائيات كانت ديجا تسجلت في The Journal of Gender Research وين أكدت عدة أسباب تدفع الإنسان للخيانة. من بين هذه الأسباب كان أسباب نفسية. السبب الأول يقول باللي الخائن هذا يكون عنده فراغ عاطفي ما يقدرش يكمله مع طرف ثاني أي يحوس على شريك آخر، مسكين حساس. السبب الثاني هو نقص المسؤولية والالتزام اتجاه الطرف الثاني، على بها ما يكونش عنده مسؤولية تجاه هذه العلاقة وش يدير يغامر بها ويلجأ للخيانة. السبب الثالث هو الغرور. هاد المغرورة سيدي كيعود في علاقة يقولك أنا نستهلقى واحدة، لا لا خويا لازم بوكو 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 بوكو، ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية. بعيدا عن هاد الاسباب كاين سبب اخر اللي الخائن فيه لا يقع عليه اللوم، ولقى صح كاينه منها، بصح ماشي في الحاله تاع كي تخطب له امه وبنت خالته، لا لا، في حاله ما اذا كان هو مصاب بالثنائيه القطبيه. الثنائيه القطبيه هي حاله نفسيه تصيب الشخص تخليه عايش بشخصيتين او اكثر، وكل شخصيه عندها عالمها الخاص. وهذه الحاله بالذات لا تحتمل المزاح، لانه المصاب بها يحتاج علاج نفسي، والا راح يتطور عنده الوضع ويوصل الى الانفلات النفسي. وشين هي الانفلات الشخصي؟ الانفلات النفسي هو فقدان الكوابح الاجتماعية الأخلاقية، فلا يستطيع الشخص الالتزام بمبادئه الشخصية، على بها يعتبر الشخص غير مسؤول على أفعاله، بالتالي لا يلام عليها. وفي الأخير تتعدد الأسباب وتبقى النتيجة واحدة، حضور الخيانة يعني فقدان الثقة، وإذا خسر ثقة تاع واحدة روح انت ورجعها. بالصح هذا الشيء ماشي معناها نعيش حياتنا كاع وحنا موسوسين، وبالأخص انسى تمي تبعثيلو في صحتك تاسي فيه وتضبحي تضبحي حتى يخونك صح، ونبقاو دائما على قناعة انه كيما كاين الخاين كاين الفيدال، وبين في الجزائر الفيدال هو نفس الخاين، قوش هي مازال ما كشفوهش. ديروا كيما انا واثقه ثقه عمياء في راجلي كاع ما نقلقوش. كملنا شفنا كاش واحد قال الثقه، شفنا كاش واحد يبيراطي الفيسبوك يشوف المخلوق مع شكون راه يهضر. سيداتي سادتي، اجواء رائعه ومسار هذه المباراه اروع، حيث يتحصل فريق عيسى مندي على ضربه حره جدا خطيره يتقدم اللاعب لتنفيذها، عيسى مندي في مكان المناسب والهدف. يا ترى ما الذي يحدث؟ ماذا هناك؟ أم عيسى مندي تثبيت الهدف وجول! عود الآن إلى أرضية المطبخ، أين يستعد الجميع لتناول طبق من الشعريات؟ ماذا الذي يحدث؟ إنها لينوي جومبو تخرج من الكيس وتوضع في الماء المغلي، أضيفت نكهة والتوابل بطريقة جد شهية، وأخيراً يتم وفق على هذا الطبق اللذيذ من لينوي جومبو. لينو جومبو البناء ويما تتهنّى.